موجة جديدة من الاغتيالات تعصف بأمن تعز، والواضح حتى الآن أنها تسير وفق عمليات منظمة. قاتل يتسلل في أحياء المدينة ويختار أهدافه بعناية، فلا يمر يوم دون وقوع ضحية جديدة. والمريب في الأمر والمثير للشك أن جميع الضحايا ينتمون لقوات الجيش ولفصائل معينة، وهو ما يعد بنظر مراقبين محاولة لخلط الأوراق وإدخال المدينة في موجة من المواجهات الداخلية بين فصائل المقاومة. وبمجرد قليل من التمحيص والتتبع للضحايا وانتماءاتهم تغدو الشكوك حقائق، وإلا فماذا يعني اغتيال عسكريين في يومين متتاليين ينتمون لفصائل يقال أنها على خلاف حول إدارة موارد المناطق المحررة؟ لكن الأهم من هذا وذاك هو معرفة من يقف وراء هذه الاغتيالات، وهو سؤال يفترض بالأجهزة الأمنية الإجابة عليه. وفي المقابل أيضا، كيف لفاقد الشيء أن يعطيه يقول آخر، وكيف ستتمكن الأجهزة الأمنية من الكشف عن القاتل الخفي وهي العاجزة عن حماية منتسبيها؟ فخلال اليومين الماضيين سجل مقتل 2 من أفراد الشرطة العسكرية المناط بهم حفظ الأمن في المناطق المحررة، أحد هؤلاء الضحايا ابن قائد الشرطة العسكرية نفسه، وعليه تبدو تعز أمام مخطط كبير وليس بالهين، ويسير بذات أهداف الميليشيا التي تقتل سكان المدينة منذ أكثر من عامين.